ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم حاجه حلوه قوي. هنعمل النهارده طريقه عمل السمبوسك، العجينه بتاعتها في البيت. اتحداكي هتقومي تعمليها دلوقتي حالا، لان مكوناتها كلها موجوده عندك في البيت. وهقول بقى اللهم ارفع الغمه عن الامه يا رب العالمين، وان شاء الله كده يجي رب يجي رمضان علينا بخير وبسعاده، وان شاء الله ربنا يرفع البلاء، اللهم امين. وعايزه اقول لك عيشي لدنياكي ابدا، وعيشي لاخرتك اكنك هتموتي دلوقتي حالا. فده اللي احنا بنقوله، مش احنا نعمل اللي علينا ونتفائل ونخليها على ربنا، وان شاء الله باذن الله خير. واتمنى ندي لايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف كده النهارده محضرين ايه في المقادير بتاعت السمبوسك بتاعتنا. محضره معايا كوبايتين دقيق، والكوبايتين يبقوا نفس المعيار، كوبايه وكوبايه، ومعايا كوبايه ميه. هنشوف الدقيق هياخد معايا ميه قد ايه، والميه دي ميه من الحنفيه. معايا معلقه واحده زيت، معلقه واحده معلقه طعام، معلقه واحده زيت، معايا ذره ملح، ومعايا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، بس دي المقادير بتاعتنا، بتهيألي بقى موجوده في كل بيت. تعالوا كده بقى نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. ما فيهاش خميره، ما فيهاش اي صعوبه، ما فيهاش اي حاجه. ادي الكوبايتين بتوع الدقيق اهم. طبعا تقدري تضعفي الكميه زي ما تحبي، انا عملت على كوبايتين بس من الدقيق. وادي البيكنج باودر، وادي الملح، وادي معلقه الزيت، معلقه واحده بس من الزيت، ودي ميه عاديه من الحنفيه. تمام، هبتدي بقى ان انا اعجن بايدي. ماشي، طبعا ايدينا نظيفه وزي الفل. تمام، لحد لما تلم معايا وتبقى عجينه. بس اهم حاجه بقى عندي دلوقتي ايه هي؟ ان انا لازم اعجن كويس جدا جدا في العجينه. كل ما هتعجنيها اكتر كل ما هتديكي نتيجه احلى واحلى. المهم انا هعجنها كويس قوي 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 قوي، وبعد كده ارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه. استنوني حبايب قلبي جيجي. تعالوا بقى كده اهو، بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كويس جدا جدا وخدتها كمان على الرخامه، وبصوا عجنتها يبقى الملمس بتاعها ناعم، وتبقى المطه بتاعتها بالشكل ده. كده ان شاء الله هي ناجحه معايا جدا جدا جدا. تمام، طيب بعد بقى ما عجنتها كده اهو، لازم بقى ترتاح. هي ما بتخمرش عشان هي ما فيهاش خميره، بس لازم ترتاح عشان تفرد معايا وما تلمش على طول. هسيبها كده اهو، بس هغطي الطبق بتاعي بستريتش عشان ما تشققش معايا، لان هي مش مدهونه اي حاجه، بس لازم ايه اغطيها كده اهو لمده 10 دقائق بس، 10 دقائق، وبعد كده نرجع بقى مع بعض علشان نشكلها. تمام، اهو ممكن اغطي كده العجينه كده، لان هي مش هتخمر ولا اي حاجه، بس عشان ما تشققش معايا. ماشي، اشوفكم بقى بعد 10 دقائق، استنوني. تعالوا بقى بعد ما العجينه بتاعتنا ارتاحت وبعد ما عدى عليها 10 دقائق، تمام، هنبتدي بقى ناخد كده اهو منها. بصي جميله معايا في ايدي ازاي، شايفه؟ بصي معايا هنا اهو، دي القطعه بتاعتي طبعا معقماها ومنضفاها، ومعايا هنا دي قطعه عشان هشكل بيها، ومعايا المفرده. بصي احنا هنعملها اللي هي العاديه خالص، هعملها ان انت تقدري تعمليها، مش هعمل اللي هي بتستوي على النار اللي هي الشرايح، ولان هي في ناس كتير جدا مش هتعرف تعملها، بس انا هبقى اعملها لكم مره. بس هي صعبه وبتاخد شغل كتير، احنا عايزين السهل اللي تقومي تعمليها دلوقتي ونفس الطعم ونفس القرمشه. تمام، ثانيه واحده بس هجيب حاجه اوريها لكم. بصوا كنت بجيب نشا، تمام، علشان احنا هنفرد على نشا، هنفرد على نشا مش على دقيق. ماشي، هحط كده نشا هنا اهو بالشكل ده. تمام، هاخد بقى العجينه بتاعتي وابتدي ان انا افردها بالشكل ده. تمام اهي، لو ما عندكيش نشا افردي على دقيق، بس هو الافضل نشا عشان كمان تقرمش معاكي وتبقى جميله. المهم ايه، احنا عايزين نفرد العجينه دي، مش عايزينها تخينه، احنا عايزينها عجينه رقيقه. تمام، تعالوا كده اهو، بصوا، بس مش رقيقه خالص، يعني زي الجلاش ولا زي الفطير، لا، خليها تفرد كده معايا اهو. كل ما هترق معاكي كل ما هتقرمش اكتر. تمام، وانتوا عارفين ان السمبوسك اصلا
المفروض تبقى رقيقة، العجينة بتاعتها ما تبقاش تخينة. تمام، هفرد كده اهو. بص انا معاك اهو خطوة بخطوة، بس كده مش هيفرد اكتر من كده. كده حلو قوي السمك ده، بص السمك رقيقة خالص اهي. تمام، اهي ما ترقيش اكتر من كده عشان ما تتقطعش منك اهي. اسويها بس كده اهو. تقدري بقى وانتي قاعده كده تتسلي، دي اسهل بكتير من اللي هي رقات فوق بعض. هجيب بقى القطاعه او كوبايه، لو ما عندكيش القطاعه كوبايه، هبتدي ان انا اقطع كده اهو بالشكل ده. ده بقى اللي لمينا ده هعجنه تاني من الاول. تمام، هلمه وهعجنه تاني من الاول، لما اخد حته عجين جديده هدخلها جواها اهي. بصي زي كده اهو، بسم الله، اهي حته عجين جديده وهدخل دي كده اهو جواها بالشكل ده، وتتعجن معاها من الاول وجديد. تمام، اهي دخلت جواها، هخليها هنا اهو عشان اعجنها. تعالي بقى، شايفه بقى اللي احنا عملناه ده؟ بصي بقى هنعمل فيه ايه. بصي بقى هنعمل ايه، هنبتدي ان احنا نحشي. تمام، انت ممكن تحطيهم فوق بعض، قبل ما تخلصي تحطي ما بينهم، ما بين كل واحده وواحده نشا كده اهو، وتخليهم كده اهو كلهم فوق بعض. بس كل مره لما تيجي تحطي واحده فوق الثانيه تروحي حاطه كده اهو رشه نشا عشان ما يلزقوش فوق بعض. تمام، بالشكل ده لحد ما تخلصي خالص. انما انا بس عشان ايه اوريكو المفروض بعد ما بخلص هعمل ايه. تمام، همسكها كده اهو، هنفضها من النشا الزياده. هجيب مثلا مكعب جبنه مثلثات اهي، اي نوع. تمام، هبتدي ان انا احط، طبعا تحطي برضو على حسب الكميه، عايزه تحطي نصها كده اهو ماشي اهو، ممكن نعملها على اتنين اهي. بصي عايزه بقى تحطي جبنه موزاريلا معاها بسطرمه، عايزه تحطي لحمه عصاج، عايزه تحطي الحشوه اللي انت تحبيها. انا عملت لكم فيديو عن الحشوات. تمام، المهم ايه، هفردها كده اهو معاكم كده سنه صغيره، وهبتدي بقى ان انا اقفلها. طيب نقدر نقفلها كده اهو زي القطايف بالظبط، مفيش مشكله خالص. هنجيب ميه كده اهو، وهنبل الحروف كده اهو بالميه، بصي عشان تلزق معايا خالص بالشكل ده، واروح جايبه الحرف ده على الحرف ده كده اهو، هيلزق معاكي جدا جدا ومش هيتفك. تمام اهي، خلاص كده اهو. هقولك كمان هتتفرز ازاي عشان تبقى كمان عارفه طريقه التفريز، احنا لسه كمان ما وريناش هنفرز ازاي. تمام، بصي بقى يا ستي، تقدري كمان ان انت تاخديها كده اهو مثلا، بصي كده اهو معايا، وتروحي جايه من هنا اهو، وتروحي جايه عامله كده اهو. بصي هي دي هتبقى صعبه عليكم، يعني ايه علشان ما توهكوش، خلينا في السهل عشان الدنيا. هي المفروض اعملها زي طفيره كده اهو، بس خلينا في السهل اللي هي تبقى زي القطايف اهي، مفيش مشكله خالص عشان ما اعقدش عليكم الدنيا. تمام اهي، خلاص كده اهو. هخلص بقى انا الكميه واحشي بقى بالحشوات اللي انا عايزاها، وبعد كده نرجع عشان التفريز، عشان التفريز ده مهم جدا جدا، لاني هقول لكم على طريقتين للتفريز، استنوني. بصوا كده، دي الكميه اللي انا عملتها اهي من كوبايتين من الدقيق، ادي طبق وادي التاني والتالت وادي الرابع. تمام، دول كده من كوبايتين دقيق. عندك بقى الطريقتين اللي هما تفرزيهم بيها، يا اما ندخلها كده عشان كده انا مش ملزقاها، واللي في الطبق ده نشا ماشي، انا مقعداها كده اهو على نشا عشان ما تلزقش في بعض العجين. تدخليها كده تتجمد في الفريزر، وبعد لما تتجمد هتبقى كل واحده اتجمدت على حده. تمام، يعني هناخدها كده كل واحده ونحطها جوه كيس، ونطلع كل واحده على حسب اللي احنا عايزاها، على حسب اللي احنا عايزينها، وبننزلها في الزيت على طول تستوي. في طريقه تاني بقى اللي هي تسويها نص سوا، وبعد كده تبرديها وتحطيها في اكياس في الفريزر. يبقى انا هعمل جزء كده وجزء كده علشان ابقى وريتكم الطريقتين، وكمان هسوي لكم كده واحده او اتنين عشان تشوفوا اللون بتاعها، وتشوفوا القرمشه بتاعتها، وتشوفوا كمان ان العجينه بتاعتها ناجحه جدا. تمام، ادخل بقى جزء الفريزر والجزء التاني نعمله نص سوا، ونقلي منه واحدتين. استنوني حبايب قلبي، جيجي والابهار كله هنا. اتمنى اللي محطش لايك للفيديو اتمنى يحط لايك.
تعالوا بقى كده نبص كده مع بعض بعد ما خلصت كمان، وما قلت يعني ان انا ما شارككوش يعني بالبوتاجاز، لاني طبعا كلكم اساتذه وبنتعلم منكم يعني بعد ما عندكم. النهارده قلت بس كده ايه، ان ده بصي دي اللي هي مستويه نص سوا. بصي دي السمبوسك اللي مستويه، شايفه الفقاعات اللي فيها اهي، دي نص سوا. نص سوا دي يعني نزلت النار وطلعت على طول، والنار تبقى سخنه ماشي، الزيت بتاعك يبقى سخن. طيب عايزه اقولك كمان ان هي خفيفه جدا وما بتشربش زيت زي ما انت شايفه كده اهو. ودي بقى الكام واحده اللي انا حمرتهم، شايفه بصي، والجبنه جوه اهي. بصي العجينه حلوه جدا ممتازه، وطعمها حلو قوي قوي قوي، ومقرمشه كمان اهو. بصي انا مش بحبها تبقى ناشفه قوي، لو انت بقى بتحبيها مقرمشه قوي هتسيبيها شويه في النار، هي ما خدتش كده كده لون غامق، هي واخده لون فاتح لسمبوسك تمام. فانت تقدري تعملي لها تقعديها على النار شويه، هتاخد معاكي اللون اللي هو الغامق. بصي هشه وجميله ازاي اهي، من غير بقى ولا تغلبي نفسك ولا طبقات ولا اي حاجه. دي اللي هتتشال في الفريزر، دي اللي هتتاكل على طول، هتجيبي اكياس وتعبي فيها دي. بصي هجيب كده كيس تلاجة بالشكل ده كده معاكم اهو، وهبتدي ان انا اعبي دي وهطلعها وهي مجمدة على الزيت على طول ماشي. دي اهي حتى لما تيجي تتفرز هتبقى كل واحدة على حدة، مش هتبقى لازقة في بعض ولا اي حاجة. دي نص سوا تمام اهي، هندخلها في التلاجة، ويا ريت تكتبي عليها بالستيكر عشان ما تتلخبطيش في الحاجة بتاعتي. ودي اللي هي اللي انا جمدتها في الفريزر، اللي هي عجينة من غير ما تنزل الزيت خالص اهي، برضو هنعبيها في الاكياس كده اهو، كل واحدة لوحديها بالشكل ده اهي، مش هتلزق في بعض طالما اتجمدت كل واحدة على حدة. وتعملي برضو على قد الكمية اللي انت عايزاها وتطلعيها، ما تستنيش عليها تفك برضو دي، وتنزليها في الزيت على طول. بس بقى هنا ما يبقاش الزيت سخن قوي، يبقى الزيت نص نص، عشان ما تتحمرش بسرعة من جوه وتبقى ناية من جوه، من بره قصدي، وتبقى ناية من جوه. بس هي كده كده السموزك احنا عاملينها رقيقة جدا، يعني اول ما هتنزل النار هتستوي على طول، فمن جوه برضو مش هتبقى من جوه مش هتبقى ناية، من جوه هتبقى مستوية، فما تقلقوش خالص في الموضوع ده. بس خلي برضو النار هادية عشان نبقى في الامان ونبقى قلنا على كل شيء. طيب ينفع يا جيجي ما ننزلهاش في الزيت وندخلها الفرن؟ اه ينفع طبعا، تبقى جميلة برضو للناس اللي ما بتحبش الزيوت. هتفرزيها برضو كده هو، وتطلعيها تجيبي صينية تبخيها كده بختين من الزيت او رشة بالفرشة كده دهنة زيت بسيطة، وتروحي حاطة السمبوسك بتاعتك، ومن فوق الوش برضو دهنة كده او رشة بسيطة علشان تبقلل كده معاكي وتبقى حلوة، وتدخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة مش درجة حرارة عالية لحد ما تاخد لون، وتطلعيها وتقدميها تبقى زي الفل. عايزاكي تقومي كده تعملي وتتشجعي، وان شاء الله باذن الله خلي عندك تفاؤل بالدنيا، وان شاء الله ازمه وتعدي، وطول ما انت كده يعني موجوده خلي كده عندك عزيمه وامل، وان شاء الله ربنا موجود. واشوفكم بقى في فيديو جديد، وان كان في العمر بقيه. مع السلامه حبايب قلبي جيجي.